يعني رحب بنجمنا النهارده كابتن اشرف ممدوح، نسعد بيه ويشرفنا دايما في السادسه وبنسعد بلقائه. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير يا احمد، نور الدنيا. سعيد جدا جدا بوجودي معاك طبعا دايما. يعني كلاكيت ثالث مره نتقابل في او رابع مره نتقابل في قبل نهائي صحيح دوري الابطال. صحيح. خليني اتكلم معاك الاول على شكل الاهلي، على مشوار الاهلي. سيبك من ماتش الترجي، هجيله دلوقتي، وسيبك من المباراه النهائيه، لكن ازاي شفت مشوار الاهلي في البطوله من بدايتها لغايه ما قدر يتجاوز عقبه الترجي في تونس بنتيجه 3-0؟ ومبروك طبعا الفوز. طبعا مليون مبروك، وان شاء الله يعني نكمل المشوار، وباذن الله يعني ان شاء الله يكون يعني النهائي باذن الله تعالى يليق بالنادي الاهلي باذن الله تعالى. وانت عارف ان احنا بناخد دايما، النادي الاهلي دايما بياخد الامور بالمرحله مرحله. صحيح. بكل تركيزها طبعا، فان شاء الله ان شاء الله نتخطى العقبة. الجمهور تعرف بيسبق طبعا، الجمهور ثقه بس في لعبتنا وفي رجالتنا، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله البطوله تكون ان شاء الله في دولاب النادي الاهلي في هذا الموسم. المشوار بيعني بالنسبه لي كلمه واحده، هو تطوير. تطوير على مستوى الاداء الخططي والتكتيكي وارتفاع في المستوى، الانسجام، مش هتكلم عن الروح لان دي سمه موجوده في النادي الاهلي في لعيبته. ده انا عايز اقف مع حته الروح دي، بس هاجيلها كمان شويه معاك. لانها مهمه جدا جدا جدا، لا مش بس مهمه جدا، بقت واضحه جدا. يعني 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 تحس انه اللعيبه النهارده الحاله المعنويه، الجرينتا زي ما بيقولوا الطليان عندهم، بقت عاليه جدا. عاليه جدا حقيقة. صحيح. التوب فورم بنتكلم عن اداء خططي وتكتيكي، وكمان معاهم اداء قتالي ورجولي داخل الملعب. ده التوب فورم بالنسبه لي، انك بتادي بشكل جيد وبتنفذ فكر المدرب، وكمان بروح قتاليه عاليه جدا. صحيح. لما يوصل النادي الاهلي للمرحله دي، انا اشك ان في اي حد في افريقيا ممكن يقف قصاد النادي الاهلي. نقسم البطوله، حاسبني من دور التمهيدي، رغم ان الاهلي لعب يمكن اصعب مواجهه في الدور التمهيدي. انت لعبت مع اتحاد منستيري، فريق يعامل سيزن حلو جدا في تونس. الكره التونسيه دايما ليها اعتبارها وليها شخصيتها، لكن سيبك من مواجهه الاتحاد المنستيري. هقسم البطوله لمرحلتين، مرحله مفترض انها اسهل، مرحله دور المجموعات مستوى المنافسه فيها ما بيبقاش اعلى مستوى، قدرتك على التعويض الى حد ما بتدي اريحيه وهدوء في ادائك للماتشات. ثم مرحله النوك اوتس اللي بتبدا من دور الثمانيه. الاهلي خاض هنا مواجهات في مواجهه سان داونز الهلال القطن الكاميروني، وخاض هنا مواجهتين في ادوار حاسمه نوك اوتس مع فرقتين الاثنين عندهم شخصيه البطل، والاثنين مع بدايه اي بطوله مرشحين لتحقيق اللقب. صحيح. رجال بيضاوي والترجي. الترجي. ازاي بتقارن مستوى الاهلي او اداء الاهلي ما بين المرحله الثانيه والمرحله الاولى؟ هو طبيعي جدا لما بتقارن ما بين مباراه النيك اوت وبين دور المجموعات، الامور مختلفه، لان مباراه فاصله بتعني انك بتخرج من بطوله، ولكن في دور المجموعات انت بتقدر تعوض بشكل او باخر. وده اللي حصل مع النادي الاهلي. صحيح ان هي اصبحت في الفتره الاخيره او في المواسم الاخيره النادي الاهلي عودنا شويه او تعودنا معاه شويه ان احنا بنعاني شويه في دور المجموعات، ولكن ما اعرفش ليه انا دايما بيبقى عندي ثقه. يعني انا وانت هنا في كل الاوقات وفي طول دور المجموعات دايما بنقول هنوصل. عندنا ثقه كبيره جدا جدا في رجالتنا، لانه انا شايف انه مع بدايه التغيير مستر كولر وتوليه الاداره الفنيه للنادي الاهلي ابتدى بشكل مختلف، ابتدى يبقى عندنا اداء جماعي مختلف، ابتدى يبقى عندنا تطوير على مستوى التنظيم الدفاعي والهجومي بشكل مختلف. خلي بالك انه اختلاف الفكر التدريبي مع طبعا الآلية التنفيذ ده وامكانيات اللاعبين الموجودين والخامات اللي موجوده بتفرق من مدرب لمدرب، بتفرق الامكانيات دي في تنفيذ فكره. مستر كولر الحقيقه من البدايه، وانا اشدت بيه بشكل كبير جدا من البدايه مش من النهارده، بقول انه فكره مختلف وهادي جدا جدا، بيدرس بشكل كبير جدا وعنده دراسه كبيره جدا للفريق، للفرق بشكل عام او الفرق اللي بتنافسك بشكل كبير، وعلى امكانيات وتوظيف امكانيات لاعبته داخل الملعب. شفنا تطوير على المستوى الفردي، وده فارق كبير جدا 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 معايا يا احمد، انه المستوى تطوير الاداء على المستوى الفردي في فرقه النادي الاهلي في الفتره الاخيره مع مستر كولر كبير جدا جدا جدا. لو اتكلمت عن بداية من الشناوي اختلف بشكل كبير الفترات الأخيرة، نتكلم على محمد هاني
اختلف بشكل رائع. محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وحتى متولي الفترات الاخيره في تطوير في مستوى التنظيم الدفاعي والرقابه والتمركز السليم والتوازن ما بين الدفاع والهجوم في الـ في الـ في, الـ في الخروج من في النواحي الدفاعيه او الهجوميه او المساعده في النواحي الهجوميه في الخط الدفاعي بشكل رائع جدا. التطوير بقى الكبير جدا جدا في وسط ملعب النادي الاهلي واللي ما شفناهوش من سنين طويله جدا هو انه انت بتشوف النهارده عمرو السوليه، بتشوف ديانج، بتشوف حمدي فتحي، حتى مروان عطيه اللي انسجم بشكل كبير جدا جدا وهنتكلم عنه اكيد اثناء الحلقه. ازاي تطور الاداء ده بشكل كبير في المساعده الهجوميه، طبعا والمسانده الهجوميه بشكل كبير جدا. بيرستاو وهذا التطوير الكبير جدا جدا، التطوير النفسي والمعنوي بدايه ثم الاداء داخل الملعب الفني. كهربا وعدته بهذا الشكل، لا في تطوير بشكل رائع جدا جدا. يعني انا شايف ان ده على المستوى الفردي فرق كمان في شكلك وادائك على المستوى الجماعي امام الفرق. شايف ان الحقيقه مستر كولر والجهاز الفني طبعا معاه كابتن سامي امصان وشيل يانكون كل الجهاز الفني، كابتن صالح حفيظ على المستوى الاداري بيأدوا اداء رائع جدا. انا شخصيا ممكن اديهم النهارده 9.5 من 10 ان ما كانش 10 من 10 على مستوى النتائج والاداء.